قاعد نتمشى بالأفنيوز ولا منا شيلوا مشي. مبروك الافتتاح أول شيء. لولو شوية ما هني يلجي. أحلى شيء نضعه شيء سريع. يوزع أبي شو اسمه غدارة اسمه. قولي له ميسي شو يقول. سلام عليكم يعطيك العافية. ميسي شو يقول. شنو يقول ميسي. يوزع يوزع. إيه يعني لما فهذا كذي قدامكم تقعدون هني في بعض طاولات برا. اسمه شلو مشي يعني اكل وطرد لان تغشمر. لا يعني اكل وامشي سموناتهم شي خلصتوها. ما تكفي واحدة مرات فشلة اذا في احد واحدة خاطري اخذ وياي في الجنطة تغشمر. كلهم لذيذ لذيذ صمونتهم حيل خفيفة وما تغف وفيها لذاذة يعني الخلطة مالتهم تيمنا وناس الطبخ جدامكم. شيلو مشي اسامي غريبه عجيبه. غداره يوزع يوزع شيلو مشي. مش ممكن مش ممكن لا مش ممكن مش معقول. هالطول الكلمه على ما تقول الكلمه انت مخلص صمونه. عندهم شيش طاووق عندهم ما ستيك حبيبتي هي مو قد شيش طاووق. شنو غداره يوزع يوزع ينا نصمونتهم غرقانة تشربة. هذه اسمها غدارة تينن تينن لازم تجربونها وايد لذيذة. وهذه اللحم بس احنا نحب الجياي اكثر عندهم ينن. هذه اسمها مش ممكن مش معقول فيها ذرة مع الخلطة مالتهم. هذه نمبر ون عندهم بالنسبة لي. هذه نمبر ون. يقول له انت امين الخلود. امين الخلود. امين شكله ما يعرفني. منو هو؟ يقول يا حق امين يقول له انت امين الخلود. يقول له ايه وليل ولا يقول لي انت مره جاتك فوز الفهد صح. شفت شلون قاعد حصلت بالزين؟ وصل اصلا اللي قاعد حصلت فيه.